حاب نحكي على موضوع الترجي، موضوع اللي ماش اجلدته ولغه وكذا. معناها انت تو استاد كامل، تونس كامله، معناها عاصمه كامله ما فيهاش حتى استاد، معناها عاصمه كامله ما فيها حتى استاد، استاد ملعب التونسي يلعب وتلعب فيه الملعب التونسي وترتيبها تريف وتخلط على ترجي، حمام لمف استاد، حمام لمف استاد به المرسى وهي تلعب فيه وهي تلعب فيه للشباب المرسى، شنو تبعد المرسى على الترجي، فهمت؟ واستاد سليمان علاش ما تلعبوش في استاد سليمان؟ كيف شبيلة واد لعبت في استاد حمام سوسة واستاد معناها في أسوأ حالاته، في البريود تعدى في أسوأ حالاته ولعبنا ورضينا، لعبنا في المستير درب الساحل اللي تحكي درب الساحل، لعبناها في القروان وما تكلمناش وقلنا عادي، فهمت؟ معناها ظاهرة الحكاية علاش معناها علاش هربوا علاش ما هربوش، فهمت؟ هاني ترجي مشي حاضرة وكل شيء أنا سايب علينا توا وحمد المد باش يطلع وباش تدخل بعضها ولاد برنو راح يترادس ما يساعدوش وكل الخباب هذيك الكل، فهمت؟ خسروا ضد الملعب التونسي، منعوا من خسارة ضد أمل حمام سوسة، فهمت؟ ومازال يستنى فيهم وربحوا بالصيف ضد بنزر، وتوا يقول لك الأطوال معناها حاضرة ومريقلة وكل شيء وهي الأولى في الترتيب واش تهرب علينا 8 نقاط معناها، فهمت؟ كي الترتيب الأفريقي و نلعبوا الماتش هذايا سيب علينا، هيا نفصح خويا وخليه نلعب قدام جمهور اليوتيوب 18000 مشترك، فهمت؟ وما عندكم ولا هربي.